بالنسبة بقى للتفاصيل المتعلقة بحالة الطقس بشكل عام الويك اند اللي جاي ان شاء الله، احنا معانا على التليفون ومنورانا الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بالهيئة العامة للارصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. صباح الفل استاذ كريم، صباح الفل على حضراتكم وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بيك. يا ترى ايه الوضع الويك اند اللي جاي، كام يوم اللي جايين ان شاء الله، نتقل ولا نخفف ولا نتريث ولا نعمل ايه؟ احنا الحمد لله بنشهد تحسن واستقرار في الاحوال الجويه على كافه مناطق الجمهوريه، ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره خلال فتره النهار بحوالي من درجتين لثلاث درجات على اغلب المحافظات، العظمى على القاهره الكبرى متوقع اليوم تكون 21 درجه مئويه، مع نهايه الاسبوع هتوصل ما بين 22 و 23 درجه مئويه خلال فتره النهار. ففي مرتفع جوي بيأثر علينا في طبقات الجو العليا، وايضا كتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه بتعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس، واحساسنا بالاجواء المعتدله الدافيه تماما خلال فتره النهار على اغلب المناطق الشماليه، القاهره الكبرى، السواحل الشماليه، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للدفء على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. لكن فور غياب اشعه الشمس وطول فتره الليل كان بيبدا من ساعات المغرب تبدا درجات الحراره تنخفض بشكل كبير، خاصه في ساعات الليل المتاخر والصباح الباكر انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، اجواء من بارده الى شديده البروده على اغلب محافظات الجمهوريه، الصغرى فتره الليل على بعض المناطق من القاهره الكبرى بتوصل ل 10 او 11 درجه مئويه، بعض المناطق من المدن الجديده شمال الصعيد وسط سيناء بتوصل لاقل من 10 درجات، فاحنا نخلي بالنا من انخفاض درجات الحراره فترات الليل. بالإضافة كمان بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير في فترات الاستقرار في الأحوال الجوية هو تكون السبورة المائية اللي قد تكون كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كثيفة يعني هتؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية، فمهم جدا ناخد بالنا من كثافة السبورة المائية ومن انخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق خاصة في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، السبورة المائية بتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس. طيب. يعني تقريبا الساعة 7 8 صباحا تبدأ تدريجيا في التلاشي. الأجواء دي إن شاء الله متوقع تكمل معانا نهاية الأسبوع، كمان ممكن توصل معانا منتصف الأسبوع القادم، فإحنا بس مش عاوزين ننخدع بفترات الدفء ونخفف الملابس. إحنا هنرتدي ملابس شتوية فترة النهار، فترات الليل المتأخر والصباح الباكر يكون ملابس شتوية ثقيلة، وكمان طبعًا تبقى القيادة بتقدم على أغلب الطرق. هو كان في تذبذب ملحوظ الأسبوع اللي فات، أنا فاكر مرة أقول إن هود طلع بالشتوي بناءً على مكالمتها مع حضرتك مرة، ولا لا ارجعي بيه الموضوع هيتأجل، فواضح إن أنتِ هترجعي بيه تاني. لا أنا كده كده بشتي من شهر 9 لغاية شهر 4. لا ما مش مهم. طب بالنسبة بقى لكتل الهواء الباردة القادمة من أوروبا واللي بنستقبلها بشكل اعتيادي في موسم الشتاء، هنبتدي إمتى ندخل في الأجواء دي يا دكتورة؟ منار. هو إلى الآن درجات الحرارة ما انخفضتش بالشكل الكبير أو الشكل طبعا. الملحوظ اللي احنا بنلحظه في فصل الشتاء، يمكن يعني لسه ما سجلناش درجات حرارة أقل من 18 درجة مئوية، درجات الحرارة تعتبر أعلى من المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات، ممكن مع نهايات لسه قدامنا في شهر واحد، نهايات شهر واحد في شهر اثنين كمان يعتبر ذروة فصل الشتاء، وارد جدا يحصل فيه انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، احنا لسه في فصل الشتاء فوارد أي وقت من الأوقات يحصل انخفاضات وكتل هوائية قادمة مع المرتفع السيدي بتبقى فيها انخفاض شديد في درجات الحرارة فترة النهار وفترة الليل، هي دي فترة مؤقتة من الارتفاع في درجات الحرارة وهتعود مرة أخرى للانخفاض والأجواء الشتوية. ده خبر رائع جدا يعني ممكن نختم بيه دكتور منار، بس عايز اسال حضرتك على حاجه عشان برضو الويك اند هل هيبقى فيه فرص شبوره عشان نطمن الناس، دي اخر نقطه. بالفعل السبوره المائيه يمكن من غدا هتبقى سبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى السواحل الشماليه، مدن القناه، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، ففي شبوره مائيه لازم ناخد بالنا، القياده في فترات الليل المتاخر والصباح الباكر تبقى بهدوء وحذر شديد، نشغل كمان كشافات الشبوره الموجوده في السيارات لو احنا هنسافر فتره الصباح الباكر. رائع جدا، دي معلومات اعتقد مهمه جدا، بشكرك جدا دكتور منار كالعاده يعني تغطيه يعني اكثر من رائعه.